السلام عليكم يا شباب، هنتكلم النهارده على الـ Functional Anatomy of the Temporomandibular Joint. أول حاجة الـ Classification، هو الـ Temporomandibular Joint بيتكون من إيه؟ الـ Temporomandibular Joint بيتكون من Temporal Bone أهي، آدي الـ Temporal Bone، و Articular Disc ده اللي بيقسم الـ Joint اللي هي Upper Compartment و Lower Compartment، وعندنا الكوندايل وعندنا ماسلز ماسكه في الجوينت وليجامنت طبعا. ايه الديفينيشن بتاع التيمبرو مانديبلر جوينت ده؟ اول حاجه هو داي ارثرويدال جوينت. يعني ايه كلمه داي ارثرويدال جوينت؟ يعني بيتكون من تو بون. داي ارثرويدال يعني تو بون، تو ديفرنت بون، عندنا تيمبرال بون وعندنا كوندايل. اوكي؟ which is a continuous discontinuous articulation of two bones زي ما اتفقنا. freedom of movement detected by associated by muscles and limited by ligament. يعني ايه كلمه associated by muscles and limited by ligament؟ associated by muscles يعني الجوينت بيفتح ويقفل، بقنا بيفتح ويقفل عن طريق الاكشن اوف ايه؟ اوف muscles. limited by ligament يعني ايه limited by ligament؟ يعني الليجامنت اللي ماسكه في الجوينت هي اللي بتحجم مقدار الفتح والقفل بتاعتنا. بمعنى تاني الليجامنت هي اللي بتحدد لك الماكسيمم ايه ماوس اوبننج عندنا. معنى كده ان احنا عندنا اربعه ارتكولار سيرفيس. يعني ايه اربعه ارتكولار سيرفيس؟ يعني اربعه سيرفيس بيتقابلوا مع بعض عشان يحصل موفمنت للكوندايل. اول حاجه الجينونويد فصه، الكوندايل نفسه، والسبيريور سيرفيس اوف ذا ديسك والانفيريور سيرفيس اوف ذا ديسك. دول الاربعه سيرفيس المسؤولين عن حركه الكوندايل عندنا والجوينت تماما. هنتكلم دلوقتي على البوني استراكشر بتاع التيمبرو مانديبولار جوينت. واول حاجه في البوني استراكشر بتاع التيمبرو مانديبولار جوينت حاجه اسمها الارتيكولار او المانديبولار فوس. ايه الارتيكولار او المانديبولار فوس اللي هي دي اللي انا بشاور عليها بالليزر دي؟ هي دي الارتيكولار او المانديبولار فوس. هي عباره عن حاجه كونكيف استراكشر اكستندد من فين؟ بتبتدي من اول، ادي الارتيكولار امننس اهي، بتبتدي من اول البوستيريور سلوب. ادي البوستيريور سلوب بتاع الارتيكولار امنس اللي انا بشاور عليه ده، ده البوستيريور سلوب بتاع الارتيكولار امنس. يبقى الارتيكولار فوسه بتبتدي من اول البوستيريور سلوب بتاع الارتيكولار امنس لغايه حاجه كده عامله زي المثلث اهي، اسمها بوست جلينويد بروسيس. ايه البوست جلينويد بروسيس دي؟ ده عباره عن مثلث اهو بالعظم فاصل الكوندايل كله عن الاكسترنال اكويستيك ميتس اللي هي الودن. يبقى عندنا الارتيكولار امننس دي عباره عن حته كونكيف كده اكستندد من البوستيريور سلوب بتاع الارتيكولار امننس لغايه البوست جلينويد بروسيس اللي هي دي. ده عباره عن بروجيكشن بيفصل الاكسترنال اكويستيك ميتس عن الكوندايل. بعد كده عندنا تاني حاجه الارتيكولار امننس اللي هي دي. قدام الارتيكولار امننس في حته فلات اهي، شايفينها دي؟ الحته الفلات دي اسمها ايه؟ اسمها بري جلونويد بلين. اسمها ايه؟ بري جلونويد بلين. اسمها بري جلونويد بلين. دي حته فلات كده قدام الامننس عندنا اسمها بري جلونويد بلين. يبقى انا عندي البون ستراكشر بتاع التمبرو مانديبولار جوينت بيتكون من بري جلونويد بلين الحته الفلات، ارتيكولار امننس، وبعد كده الارتيكولار فوسه، وفي الظهر هنا عندنا حاجه اسمها بوست جلينويد بروس. البون ستراكشر ده الجوينت ده بيبقى متبطن بايه؟ متبطن بحاجه اسمها سينوفيال ميمبرين. السينوفيال ميمبرين ده بيدينا السينوفيال فلويد. السينوفيال فلويد ده بيعمل لوبريكيشن للجوينت، هو بيدي الاكل والشرب، فيه الفاجوسايتوسيس، فيه كل حاجه تخص الجوينت عندنا. بعد كده هنتكلم على تاني حاجه في البوني استراكشر اسمها المانديبولار كوندايل. المانديبولار كوندايل ده لما اجي ابص على الكوندايل بتاعي، لو بصيت عليه من الجنب كده ميديو لاترالي هنلاقيه راوندد، لو بصيت عليه انتروبوستيريوري من قدام هتلاقيه كونكيف كونفكس، قصدي شبه ايه؟ شبه القارب كده. على الميديا اسبكت بتاع المانديبولار كوندايل في ديبريشن. الديبريشن ده اسمه ايه؟ اسمه تروجويد فوفا، هوريه نشوفه في الصوره في السلايد الجاي. ده المكان اللي بتمسك فيه اللاترال تروجويد ماسل. تعالوا نبص عليه. ادي الكوندايل اهي، هنا في ديبريشن اسمه ايه؟ تروجويد فوفا. التروجويد فوفا ده اللي هي المنطقه اللي ماسك فيها اللاترال تروجويد ماسلز عندنا. طيب
هنتكلم دلوقتي على الارتيكولار ديسك بتاع التمبرومانديبولار جوينت. فين الارتيكولار ديسك في الصوره هنا؟ هو الاخضر ده. ده الارتيكولار ديسك كده. الارتيكولار ديسك كده شبه الكمتريه كده. او شبه الفول السوداني اللي هو بيبقى جوه اللي بناكله ده، الفول السوداني اللي بيبقى جوه قشره ده. هتلاقي ان الفول السوداني اللي جوه قشره ده فيه تخين من قدام وتخين من ورا ورفيع من النص. والديسك نفس الشكل ده. الديسك بتنقسم لانتيريور بارت وبوستيريور بارت وانترميديت زون. الانتيريور بارت ده والانتيريور باند ده سيك، البوستيريور باند سيك، والانترميديت زون ده از فيري ثين. على حاجه مهمه جدا، ان الانتيريور باند بتاع الديسك هنلاقيه واقف تحت الايه؟ الارتيكولار ايمنس، والبوستيريور باند بتاع الديسك واقف فوق الكوندايل. لو خدتوا بالكم المنظر ده بيبقى موجود امتى؟ ديورينج سنترال ريليشن ديورينج كلوجر. لو انا قافل بقي والكوندايل في السنتريك ريليشن مريح جوه الفص، الكوندايل مريح جوه الفص، هنلاقي الانتيريور باند بتاع الديسك تحت الارتيكولار ايمنس، والبوستيريور باند بتاع الديسك فين؟ تحت فوق الكوندايل عندنا. يعني بالمنظر كده هنلاقي ان الديسك تحس ان هو سابق الكوندايل شويه، الديسك قدام الكوندايل شويه، الديسك ايه قدام الكوندايل شويه عندنا. طيب احنا اتفقنا ان احنا عندنا الديسك قدام الكوندايل شويه، طيب ده معناه وانا عايز لما اجي افتح بقي الكوندايل والديسك يتحركوا از وان يونت، از وان ايه؟ يونت. ففي الحاله دي طالما الديسك سابق الكوندايل بشويه يبقى ديورنج الاوبننج اوف ذا ايه؟ اوف ذا ماوس، وانا بفتح بقي هنلاقي الديسك حركته ابطا من ايه؟ من الكوندايل، الكوندايل اسرع من الديسك، الكوندايل ايه؟ اسرع من الديسك. يعني حركة الديسك نفسه بتبقى هاف السبيد بتاع الكوندايل، أبطأ من الكوندايل. ليه أبطأ من الكوندايل؟ عشان هو سابقه بخطوة. لما أجي أفتح بقى أنا عايز الكوندايل ده يجي في نص الديسك هنا في الانترميديت سين زون، علشان يجي في نص الديسك يبقى الديسك ده يتحرك أبطأ والكوندايل أسرع شوية عشان يلحق ويجي إيه؟ في النص هنا لما تيجي أنت تفتح بقك على الآخر. ودي حتة مهمة عندنا. الديسك ده بيقسم الكوندايل نفسه، بيقسم الجوينت نفسه، سوري بيقسم الجوينت نفسه لابر كومبارتمنت ولور كومبارتمنت. الابر كومبارتمنت ده هو اللي مسؤول عن ايه واللور كومبارتمنت مسؤول عن ايه. اللور كومبارتمنت ده بيعمل روتيشن موفمنت، لما اجي افتح بقي في بدايه فتحان بقي بيحصل هينج موفمنت، روتيشن موفمنت، ده اللي مسؤول عنها اللور كومبارتمنت. اما الابر كومبارتمنت هو اللي مسؤول عن ان انت تفتح بقك على الاخر اللي هو الترانسلاتري موفمنت عندنا. نتكلم على تالت حاجه اسمها ريترو ديسكال تيشو بتاع ذا تمبرومانديبولار جوينت. ايه الريترو ديسكال تيشو دي؟ ادي الديسك اهو، ادي الديسك اهو، وادي الكوندايل. هنلاقي الديسك يخلص لغايه هنا اهو، الديسك يخلص لغايه هنا. هنلاقي ماسك في الديسك صباعين ورا اهو، الصباعين دول اسمهم ريترو ديسكال تيشو، او الاسم الثاني بايلامينار زون. سموهم بايلامينار ليه؟ علشان صباعين. عندنا سوبيريور ريترو ديسكال تيشو اهو وانفيريور ريترو ديسكال تيشو اهو. طيب هو ايه البايلامينار زون دي؟ ايه بقى مشكلتها؟ البايلامينار زون دي هي هايلي انرفيتد، هي فيها نرفات كتير جدا، وهايلي فاسكولارايزد، فيها فيسلز، وهي المسؤوله عن البرودكشن بتاع السينوفيال فلويد. يبقى هي هايلي انرفيتد طيب هايلي انرفيتد وهايلي فاسكولارايز ومسؤوله عن البرودكشن اوف ذا سينوفيال فلويد عندنا. نتكلم دلوقتي على الليجامنت بتاعت التمبرومانديبولار جوينت. عندنا فانكشنال ليجامنت، كولاترال ليجامنت، وتمبرومانديبولار ليجامنت، وكبسولار ليجامنت، واكسسوار ليجامنت، سيرومانديبولار وستايلومانديبولار. احنا اتفقنا ان الليجامنت دول ايه؟ ريسترين الموشن. يعني ايه ريسترين الموشن بتاع الكوندايل والديسك؟ يعني ايه ريسترين الموشن؟ يعني هما اللي بيحجموا فتحه بقك وقفله بقك. اول حاجه هي الكولاترال او الديسكال ليجامنت عندنا. نيجي نبص على الصوره، ادي الديسك وادي الكوندايل. هنلاقي في ليجامنت رفيع كده وصغير ماسك الديسك في الكوندايل. دول ايه؟ يمين وشمال. دول اسمهم كولاترال ليجامنت، كولاترال ليجامنت. دول بيعملوا ايه الكولاترال ليجامنت؟ دول ريستريكت الموفمنت بتاعت الديسك. يعني ايه ريستريكت الموفمنت بتاعت الديسك؟ ما يخليش الديسك يتحرك براحته كده يمين وشمال والقدام، لا، يخلي الديسك والكوندايل يتحركوا ايه؟ از وان يونت كده كومبلكس مع بعض.
وكولاترال ليجامنت ده هو المسؤول عن ان الديسك سرعته تبقى ايه؟ اقل من سرعه الكوندايل عشان يتحركوا ايه؟ مع بعض. تاني حاجه عندنا الكبسولار ليجامنت، نبص كده على الصوره، كبسولار ليجامنت هي اهي ده وده ماسك من اه ايه؟ ماسك في التمبرال بون فوق لغايه النيك اوف ذا كوندايل. الكبسولار ليجامنت ده هو الكبسول اللي مغطي كل الايه؟ الجوينت من بره، هو الكبسول اللي مغطي ايه؟ كل الجوينت من بره، هو الاوضه الاربع جدران اللي حاكمه الكوندايل بالديسك بكل حاجه جواه. ده بقى بيعمل ريستريكت للموشن بتاعت الكوندايل كله والديسك كله والموفمنت كلها ميديال ولاترال وكل حاجه، وهو اللي بيمنع الاكستريم رينج اوف موشن، ما يخليكش تفتح بقك قوي، ما يحصلش ديسلوكيشن للكوندايل يطلع من مكانه. وطبعا هو جواه السينوفيال فلويد عندنا. يبقى ده مهم جدا، ده الايه؟ الليجامنت اللي بيحكم الايه؟ الموشن كلها. ليجامنت اهم ليجامنت اسمه تيمبرو مانديبرال ليجامنت. التيمبرو مانديبرال ليجامنت دول جزء من الكبسوله ليجامنت. اول حاجه هم جزء من الكبسوله ليجامنت، هم ايه اتنين. عندنا حاجه اسمها اوتر لاترال اوبليك بورشن اهو، وعندنا حاجه اسمها انر ميديال هوريزونتال بورشن. الاوتر لاترال والانر دول جزء من الكبسوله ليجامنت، اسمهم ايه؟ تيمبرو مانديبرال ليجامنت. قال لك الاوتر او اللاتر اوبليك بورشن ده هو اللي بيخليك ليميت الاماونت اوف انفيرور ديستراكشن. يعني ايه ليميت الاماونت اوف انفيرور ديستراكشن؟ يعني هو اللي بيوقف ليميت الاماونت اوف انفيرور ديستراكشن، يعني هو اللي هو المسؤول عن ايه؟ ان انت لما تيجي تفتح بقك يخليك فتحه بقك ليها ليميت معين. يبقى ليميت الانفيرور ديستراكشن، انفيرور ديستراكشن لما تيجي تفتح بقك. يبقى لما تيجي تفتح بقك بيخلي ايه؟ فتحه البق ليها ليميت معين، يبقى ايه هو المسؤول عن الماكسيمم اوبننج. عامل بالظبط زي السوست اللي موجوده في كل جنب من شنطه العربيه، لما تيجي تفتح شنطه العربيه هتلاقي سوست يمين وشمال، السوست دي ايه؟ ماسكه الشنطه، ليه ماسكه الشنطه؟ علشان تبقى ايه؟ ليميت الموفمنت بتاعت الشنطه وهي بتتفتح. ما تجيش انت تفتح الشنطه تلاقي الشنطه طارت في الهواء، او خبطت في البريبريس بتاع العربيه من ورا. يبقى ليه السوستتين من الجنب كده الشنطه ايه؟ الشنطه تفتح لمقدار معين، ما تفتحش اكتر من كده. عشان ما تاثرش على الازاز ولا تكسره اللي ورا. فعشان كده برضه هي ايه؟ دول ايه؟ الاوتر او لاتر اوبليك بورش، هم المسؤولين ان انت لما تيجي تفتح بقك ليميت الانفيريور ديستراكشن، ايه؟ بيخلوا الفتحه ليها حد معين. طب اللي اهم منهم بقى، اهم ليجامنت في رايي ودايما في راي الناس كلها، اللي هو الانر او الميديال هورزونتال بورشن بتاع ده. الانر ده بقى مشكله، ده بيعمل ليميت للبوستيريور مومنت بتاعت الكوندايل. الله، يعني بيمنع الكوندايل وانت لما تيجي تقفل بقك انها يرجع لورا قوي. طب انا ليه اخاف ورا ليه؟ قال لك عشان هو ورا الكوندايل في ايه؟ في الريترو ديسكال تيشو. الريترو ديسكال تيشو ده مليان ايه؟ نيرف، ومليان فيسل، ومليان كل حاجه. لو الكوندايل خبط فيه، مليان نيرف كتير، لو الكوندايل خبط فيه العيان يتوجع جامد. هنبقى كل شويه لما نيجي نتكلم ونفتح ونقفل بقنا نقعد نتوجع؟ لا، فربنا خلق لنا الانر او الميديال هوريزونتال بورشن ده عشان وانت تيجي تقفل بقك الكوندايل يقف في حته معينه كده، ما يرجعش يخبط في البوستيريور تيشو اللي هي الريترو ديسكال تيشو. عندنا بعد كده الاكسسوار ليجمنت، السفينو مانديبلر والستاينو مانديبلر. كل اللي عايزين نعرفه بس ان السفينو مانديبلر ده بيجي من السباين بتاع الاسفنود يمسك في اللينجولا، الستاينو مانديبلر ده بيمسك من الستايلويد بروسز للانجل اوف ذا ماندبل. احنا مش عايزين نعرف اكتر من كده، ده لا وده لا. النيرف سبلاي بتاع التيمبرال مانديبلر جوينت، عندنا الاوريكيو تيمبرال نيرف، ديب تيمبرال وماستريك، البلاس سبلاي سوبرفيشال تيمبرال وماستريك ارتري وماكسيلاري ارتري. الريترو ديسكال تيشو هي اللي فيها الفينس درينج بتاع كل حاجه، كلام لذيذ. المسلز بتاع التيمبرال مانديبلر جوينت، المسلز بتاع التيمبرال مانديبلر جوينت مهم قوي في ايه بقى؟ اول حاجه انا عندي سوبرا مانديبلر ماسلز، الباسلز اللي فوق المانديبل اللي هم الاربعه ماسلز اوف ماستيكيشن، ميديال تيروجويد لاتر تيروجويد ماسيتر تيمبرال. في انفرا مانديبلر ماسلز، الانفرا مانديبلر ماسل اللي تحت المانديبل. في سوبرا هايويد، السوبرا هايويد ماسل ايه؟ اللي ما بين المانديبل وما بين الهايويد بون، دايجاستريك وجينيو هايويد مايل هايويد ستايل هايويد. وفي انفرا هايويد ماسل اللي هي تحت الهايويد ايه؟ بون، استرنو هايويد، استرنو سايرويد، سايرو هايويد، اومو هايويد. مشكلتها ايه؟ السوبرا مانديبلر ماسلز اللي هم الاربعه ماسلز اوف ماستيكيشن هم اليفيتورز ماسل. يعني ايه اليفيتور ماسل؟ يعني لما تيجي تفتح بقى هم المسؤولين ان انت تقفل بقك، اليفيتورز يسحبوا المانديبل اللي فوق، تقفل بقك.
الانفرا مانديبولار ماسلز هم المسؤولين عن ايه؟ عن ان انت تفتح بقك، ديبريسور ماسل تشد المانديبول اللي تحت. السوبر هايويد ماسلز بقى اللي هي ما بين المانديبول والهايويد بون دي بتعمل حركه حلوه قوي، دي بتشد المانديبول اللي تحت عشان تفتح بقك وتثبت الهايويد بون في مكانها. ليه؟ ساعتها الهايويد بون هتبقى عامله زي مفصلات الباب اللي المانديبول بيفتح عليها، مش الباب لازم يبقى فيه مفصله ثابته في الحيطه بيفتح عليها، تمام؟ الهايويد بون هي المفصله بتاعه المانديبول. طب ايه اللي بيحصل؟ تيجي بقى السوبر هايويد ماسلز دي اللي هي ديبريسور ماسل اللي بتفتح المانديبول، تروح شد المانديبول اللي تحت وتسد وتعمل فيكسيشن للهايويد بون عشان المانديبول يفتح. تيجي برضو الاليفيتورز ماسلز تشد المانديبول عشان انت عايز تقفل بقك، تروح هي رافعه الهايويد بون لفوق. يبقى السوبر هايويد ماسلز دي تعمل حاجتين، لما تيجي تفتح بقك تشد المانديبول اللي تحت وتثبت الهايويد بون في مكانها، تيجي تقفل بقك ان ايه ساعتها السوبرا مانديبولار ماسلز هي اللي هتشتغل. تيجي تقفل بقك تروح برضو السوبرا هايويد ماسل دي رافعه الهايويد بون لفوق عشان ايه؟ تقفل بقك عندنا. يبقى بتشتغل حاجتين، الانفرا هايويد ماسل برضو بتساعد انها تثبت الهايويد بون لما تيجي تفتح بقك عندنا. يبقى انا عندي حاجه مهمه تاني، السوبرا مانديبولار ماسلز دول هم المسؤولين ان انت تقفل بقك، الليفيتورز ماسل تسحب المانديبول لفوق، الانفرا مانديبولار ماسل دول ديبريسور ماسل يعني بتفتح البق تسحب المانديبول اللي تحت، السوبرا هايويد تسحب المانديبول اللي تحت وتثبت الهايويد بون، ووقت ما تيجي تقفل بقك تروح رافعه الهايويد بون لفوق تساعد مع ايه؟ مع السوبرا مانديبولار ماسل. الانفرا هايويد ماسل دي هي بتثبت شويه برضو الهايويد بون وقت ما انت تفتح بقك. Evaluation of and diagnosis of temporomandibular joint disorder. هعمل ايه لما يجي لي عيان والعيان ده بيجي يقول لي يا دكتور انا عندي تعب في temporomandibular joint disorder اختصارها TMD. TMD دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ترم كبير بيتكلم على مشاكل كلينيكال. المشاكل دي معاها فانكشن بتاع الماستوكاتري ماسل اند جوينت، مش شرط يكون الجوينت هو السبب. خدوا بالك، احنا اتفقنا ان التمبرو مانديبولار جوينت ده متكون من ماسلز وليجامنت وبون وديسك، ففي حاجات كتير بتاثر عندنا. الحاجه الهيستوري، نقول للعيان ايه؟ ايه الهيستوري؟ ايه الشيف كومبلين بتاعك؟ انت بتشتكي من ايه؟ هو ايه البريزنت بتاع البريزنت الهيستوري بتاع البريزنت الينس عندك؟ الاكوريت ديسكريبشن اللي بيخليك يزود البين او ينقص البين عندنا، بتاخد ادويه ولا لا زي الترانكلايزر؟ ان الترانكلايزر ده بيعمل ايه؟ الترانكلايزر ده بيعمل ماسلز ريلاكسيشن وهدوء في العضلات. في اي هابت نيل هابت اوبن بايت، اي تريتمنت عملها قبل كده؟ ما ممكن يكون عامل مثلا كراون عالي شويه او ريستوريشن عالي شويه، فده كل ده مأثر وعامل له وجع في التمبرو مانديبولار جوينت. فاحنا بناخد هيستوري من العيان. بعد الهيستوري ابتدي اعمل كلينيكال اكزامينيشن عندنا. بشوف الهيد اند نيك اكزامينيشن عندي، والماسلز بعمل لها بالبيشن علشان اشوف فيه، احنا اتفقنا ان في ماسلز كتير، اشوف فيه تندرنس، فيه فاسيتينيشن، فيه سبازم، فيه تريجر بوينت، في اي حاجه في الماسلز. بقى اشوف، احنا اتفقنا اول حاجه الماسلز عندي، عايز اطمن على الماسلز. التمبراليس، التمبراليس دي بيخلي العيان يقعد على اسنانه جامد كلينشنج، وبعد كده انا بقى انترا اورال از انتيريور مارجن اوف ذا كرونويد بشوف ايه الاتاتشمنت بتاع التمبراليس، واشوف اكسترا اورال. ليه انا بعمل كده؟ ليه بعمل بالبيشن ليه؟ على الماسلز كلها عشان اشوف في تريجر بوينت، في حتت بتوجعه، في تندرنس، كل الكلام ده. الماسيتر برضو العيان ايه يقعد على اسنانه، واعمل اكسترا اورال كده بشوف السوبرفيشال والديب بارت بتاعه الماسيتر. اللاترال ترويد، احنا عندنا اللاترال ترويد فيها سوبيريور هيد وانفيريور هيد. السوبيريور هيد دي بتاع ايه؟ بجيب انا خافض لسان الخشب اللي هو التانج بليد ده، واحطه كده بالعرض في بق العيان، واخلي العيان يعض عليه من ناحيتين. لو هو بيعض عليه من ناحيتين وفي وجع، يبقى كده السوبيريور هيد بتاعه اللاترال ترويد فيها مشكله. تمام؟ الانفيريور هيد بخلي العيان يفتح بقه ويطلع المانديبول، بروترود المانديبول اللي قدام، وانا حاطط ايديا قدام ايه؟ بقه، كاني بعمل ريزيستنس. لو في وجع يبقى برده في ايه؟ مشكله في الانفيريور هيد بتاعت اللاترال ترجويد. يبقى اللاترال ترجويد ليها حاجتين علشان اطمن على السوبيريور هيد والانفيريور هيد. السوبيريور هيد اجيب
خافض لسان الخشب واحطه بالعرض، بالعرض في بق العيان ويعض عليه. عض عليه ده طبعا ما يعضش جامد، يعض عادي يعني. لو عض عادي الاقي ان العيان ما في وجع، يبقى في مشكله في السبيرير هيد. الانفيرير هيد يفتح بقه ويعمل بروتروجن للمندبل اللي قدام قصاد ايدي، ايدي عامله ريزيستنس كده، بس مش ريزيستنس قوي، بس اكني بمنع ان هو يحصل بروتروجن. حصل بين، يبقى في مشكله برضو في الانفيرير هيد. الميديال ترجويد، الميديال ترجويد شكلها شبه بالظبط الايه؟ السوبيريور هيد. الله، يعني العيان لما يجي احط له حاجه ما بين سنانه، الخافض اللسان الخشب ده، ويجي يعض ولاقي وجع كده هتلخبط، لا هي السوبيريور هيد بتاعت اللاتر ترجويد او الميديال ترجويد. قال لك اه الاثنين نفس الحركه دي، بتقول لي ان دي او دي، طب افرقهم ازاي؟ مفيش مشكله. قال لك ان انت حطيت حاجه ما بين بق العيان اللي هو خافض اللسان الخشب وعض، فلقيت ان في وجع، فساعتها تقول للسوبيريور هيد للميديال ترجويد، هقول للعيان بعدها ايه؟ افتح بقك على قد ما تقدر، الماكسيمم اوبننج. اوكي؟ بعد ما بيعمل البايتنج دي، اوكي؟ لما يفتح بقه على الماكسيمم اوبننج ولسه في وجع، يبقى ساعتها الميديال ترجويد ماسلز هي اللي فيها مشكله. لو فتح بقه على الاخر والوجع اختفى، يبقى ساعتها السوبيريور هيد هي اللي فيها المشكله. نقول تاني، هجيب انا خافض لسان خشب واحطه بالعرض في بق العيان ويعض عليه. طالما عض وفي وجع، يبقى كده عندي المشكله في حاجه من الاثنين، لا السوبيريور هيد بتاعت اللاترال ترجويد، لا الميديال ترجويد ماسلز هي اللي فيها المشكله. طب افرقهم ازاي؟ بعد ما يعض العيان ويقول لي ان في وجع، خلاص اخليه يفتح بقه الماكسيمم اوبننج. انا عارف جوايا ان الميديال ترجويد بيحصل لها اكتيفيشن عند الماكسيمم اوبننج، فاقول له افتح بقك على الاخر. فتح بقه على الاخر والوجع لسه موجود، يبقى ساعتها الميديال ترجويد هي اللي فيها المشكله. فتح بقه على الاخر والوجع راح، يبقى ساعتها السوبيريور هيد هي اللي فيها المشكله عندنا. بعد كده رقم 4، هشوف التمبر مانديبلر جوينت نفسها، احط ايدي على الجوينت واقول له افتح واقفل بقك، اشوف في تندرنس، في صوت، في كليكنج عندنا ولا اي حاجه، واشوف الماوس اوبننج عندنا، الانتر انسايزر ديستنس، الرينج اوف موشن، الماوس اوبننج قد ايه؟ 35 ل 45 فيرتيكالي و10 مليمتر لاترالي. كل الحاجات دي انا بقيسها. عندنا حاجة اسمها الماكسيموم انتر انسايزر اوبننج، في عندي الفولنتري اند اسيست اوبننج. ايه الفولنتري دي؟ الفولنتري دي معناها هي اقصى حاجة يقدر يفتح العيان بقه من غير أي مساعد. هقول للعيان افتح بقك على قد ما تقدر، ده اسمه ايه؟ فولنتري. بعد كده لو أنا اتدخلت بإيديا وزقيت له كده أسنانه وبعدتها عن بعض، يبقى دي اسمها اسيست اوبننج باي ذا هيلب اوف ذا اوبريتور هاند. يعني فولنتري يبقى العيان هيفتح بقه على الآخر على قد ما يقدر لوحده. اسيست اوبننج ان احنا نساعد العيان نزق له بقه ونفتح له بقه بالعافيه. وبرده اشوف الموفمنت بتاعت الماندبل، هو بيفتح، بيفتح ستريت ولا اس شيب، يعني بيروح يمين وشمال وهو بيفتح ولا اي حاجه. بعد كده ابص على الاوكلوجن، احنا اتفقنا ان الاوكلوجن دي مهم، ان ممكن يكون في حاجه هي اللي مخليه العيان مش عارف يفتح. مثلا بحاجه بسيطه قوي قوي، ان العيان ممكن يكون عنده بريكورونايتس، فالبريكورونايتس عامل له تريسمس. ما هو مش شرط، احنا اتفقنا ان المشكله تبقى في الجوينت، ممكن تبقى المشكله في اللي حواليه مأثره على الاوبننج. دي حاجه. ممكن يكون عنده لوس اوف بوستيرير تيس، فمش عارف ياكل ولا يشرب ويفتح بقه كويس. مال اوكلوجن ده مخلي، المال اوكلوجن مخلي مفيش بالانس، مفيش بالانس ما بين اليمين والشمال في العضه. عنده اوكلوزال فاسيت، راجل بيعمل بروكسيزم، راجل بيعض على القلم وهو بيكتب، بيعضعض في ضوافره، عامل هاي هاي كراون او في ريستوريشن عالي. كل الحاجات دي بتاثر على البالانس بتاع العضه يمين وشمال، فبتاثر على التيبر مانديبولار جوينت ويعمل بين. نتكلم على ثالث حاجه اللي هي الراديوجرافيك اكزامينيشن. عندي اول حاجه في الراديوجرافيك اكزامينيشن هي ترانس كرينيال راديوجراف او ريفيرس ساوند او ترانس اوربيتال، اللي هي دي. هي حلوه قوي، اقدر اشوف اللاترال بول، اللاترال بول اشوف الكوندايل نفسها، اشوف الجيلالويد فوسا، اشوف لو في اي مشكله، بس ما بتدينيش اكزامينيشن عن كل الاسبكت، يعني ما بشوفش سوفت تيشو خالص اللي هو الديسك ولا اي حاجه، بشوف بس البون وريليشن على قد ما اقدر. نوع البانوراميك راديوجراف، البانوراميك راديوجراف هيوريني التمبرو مانديبولار جوينت مع ايه؟ مكانه لا مكانه الى حد ما، بشوف فيه فراكشر ولا لا، بس الريليشن شيب الصحيحه ما بين الكوندايل
ما بين الجولانيت فوسط ما اقدرش احددها عن طريق البانوراما. ليه؟ لسبب بسيط قوي قوي قوي، ان العيان واحنا بناخد له البانوراما بيبقى عادد على بايت، صح؟ بايت بلوك، فهو كده كده فرق سنانه عن بعض، فما ينفعش تبقى دي الريليشن اللي احكم بيها في البانوراما هو الكوندايل صح ولا لا في مكانه. وطبعا بالاضافه لعيوب تانيه ان انا ما اقدرش اشوف السوفت تيشو كويس ايه خالص. التوموجرافي، التوموجرافي ده اقدر اشوف بيه البوزيشن بتاع الكوندايل صح، اقدر اعمل سيكشننج اهو، اقدر اقطع كده واشوف الكوندايل في كل مكان، مفيش سوبر امبوزيشن، بس برضو ما بيورينيش ايه السوفت تيشو عندي. الارثروجرافي، الارثروجرافي ده اللي هو ان انا هحقن الكوندايل بماده، الماده دي كونتراست ميديا، وبعد كده هصور. اوكي، دي بتوريني ايه، انا دايما بحقن الماده دي في السوبيريور ايه سبيس او الانفيريور سبيس عامه. حقنتها في السوبيريور سبيس وعملت اكس راي ولقيت ان الماده دي راحت لي في الانفيريور سبيس، معنى كده ايه؟ ان الديسك مش فاصل تماما الجوينت، في برفوريشن في الديسك، في برفوريشن في الديسك، في رابشر في الكبسول، زي طالعه بره الكونتراست ميديم. اوكي، يبقى انا بحقنها وبعمل اكس راي واشوف دي هي اتحركت من مكانها، راحت من السوبيريور انفيريور، يبقى الديسك ده ايه مخروم في خرم، لقيتها طالعه بره الجوينت خالص، يبقى كمان في رابشر في ايه في الكبسول، بس هي غير مريحه للعيان، احنا بنقعد نقي نحقن في العيان كتير كتير قوي وبيبقى فيه وجع قوي. عندنا الكمبيوتر التوموجرافي اللي هي السي تي، السي تي بقى كويسه توريني الانكلوزس، توريني الفراكشر، اي تشينج، توريني ديسك ديسبليسمنت، بس هي غاليه وما تورينيش السوفت تيشو. الكوم بيم سي تي برضو نفسها، هي نفس الادفانتج وديز ادفانتج. الام ار اي بقى دي كويسه جدا، اشوف بقى السوفت تيشو الديسك البوزيشن بتاعته، في جوينت افيوجن ولا جوينت افيوجن، يعني في اي رابشر في الجوينت عندي، في باثولوجيكال كونديشن، بس هي غاليه برضو ما بتورينيش البوني كويس، البوني كويس. البوني سكاننج والارثوسكوبي دول اكتر في الابحاث. البوني سكاننج ده اللي هو المسح الذري، ده هيبقى كويس قوي ان هو يديني في اريا اوف ريزوبشن في الجوينت، في اريا اوف ديبوزيشن، يوريني الاكتيف اريا، بس هو فيري سنسيتيف تكنيك ما نعتمدش عليه، ده عامه بنستخدمه في الابحاث. الارثوسكوبي ده اللي هو المنظار برضو يوريني في ديسك برفوريشن، في ديسك ديسبليسمنت، اي حاجه من الحاجات دي اقدر اشوفها عندي. اخر حاجه عندنا في الكلينيكال اكزامينشن اللي هي اللابوراتري انفستيجيشن. ايه اللابوراتري انفستيجيشن دي؟ يعني اول حاجه هعمل العيان سي بي سي، هعمل له اكسرسايز سيجمنتيشن ريت. ليه؟ علشان ده جوينت، ده جوينت احنا بنتعامل مع جوينت، عايزين نشوف فيه روماتويد ارثرايتس اللي هو الروماتويد، في مشاكل فاسكولار او كولاجينس ديسيز. ممكن اخد سينوفيال فلويد ده واحلله، اشوف الراجل ده عنده استو ارثرايتس، عنده التهابات في المفاصل، عنده جاوت، جاوت اللي هو نقرس بدكوره، ده مش مهم يعني، مش عايزين الكلام ده، مش عايزين دي نلغيها، دي مش مهمه الكلام ده. يعني اقدر اعمل ايه اكزامينيشن واقدر اشوف الحاجات دي كلها. خامس حاجه السايكولوجيكال ايفالويشن، احنا هنلاقي بعد كده لما نيجي نتكلم على الامراض بتاعه التمبرو مانديبولار جوينت، ان 90% من الحالات اللي بيجي لنا في العياده بتشتكي من الجوينت نتيجه سايكولوجيكال بروبلم، عندهم مشاكل نفسيه، ودي بتبقى الاكثر من يبقى في مشكله عضويه عندنا. ايه الكلاسيفيكيشن بتاعت التمبرو مانديبولار جوينت ديس اوردر؟ عندنا نون ارتيكولار تمبرو مانديبولار جوينت ديس اوردر، يعني ايه نون ارتيكولار؟ يعني حاجات مش الحاجات دي، المشكله هنا في الماسلز او الليجامنت مالهاش دعوه بالجوينت، يبقى الماسلز والليجامنت اللي حوالين الجوينت هم اللي عاملين المشكله، يبقى هي عشان كده سميناها ايه؟ نون ارتيكولار. هنلاقي زي مايوفاشيال بين، مايوفاشيال بين ده مشكله في الماسلز، مايوفيبريتور كونتراكشن مشكله في الماسلز، لوكال مايليجيا او ماسلز سترين، مايوسبازم مشكله في الماسلز، مايوسايتس التهاب في الماسل، نيوبلازيا ورم، يبقى دي كلها مشاكل نون ارتيكولار، يعني هي الجوينت مظلوم فيها ملوش دعوه، دي مشاكل في الماسلز اللي حواليه. الثاني الارتيكولار تمبرو مانديبولار جوينت، هنا في مشكله بقى في الجوينت اسمها تمبرو مانديبولار جوينت ديسوردر، زي كونجينيتال في حاجه كونجينيت اتولد بيها ديسك، دي ارينجمنت ديسك اتحرك من مكانه، ديسلوكيشن الكوندايل طلعت من مكانها، انفورماتري اوستو ارثرايتس انكلوسيس فراكشر، دي حاجات بقى ايه مرتبطه بالجوينت، مرتبطه ايه بالجوينت عندي.